بسم الله الرحمن الرحيم. من التطبيقات في مادة الفيزياء حفظ الطاقة الميكانيكية في نظام معزول. قانون حفظ الطاقة: الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ويمكن داخل أي نظام معزول أن تتحول من شكل إلى آخر، فالطاقة الكلية للنظام ثابتة لا تتغير. وهذه بعض التطبيقات على قانون حفظ الطاقة في حياتنا اليومية. دلتا إيه التغير في الطاقة الكلية بتساوي دلتا إم إيه يساوي التغير في الطاقة الميكانيكية زائد دلتا يو، أي التغير في الطاقة الداخلية. دلتا إيه تساوي صفر لأن الطاقة الكلية محفوظة. دلتا يو بتساوي صفر، إذن دلتا ام اي بتساوي صفر، أي أن ام اي فاينل تساوي ام اي انيشيال. إذن التغير في طاقة الوضع يساوي معكوس التغير في الطاقة الحركية. أي أن هناك تبادل بين الطاقة الحركية وطاقة الوضع. في الأنظمة المعزولة عندما تكون الطاقة الميكانيكية محفوظة يكون التغير في طاقة الوضع الكامنة يساوي معكوس التغير في الطاقة الحركية. تطبيقات: بيقولي سقط غصن شجرة كبيرة كتلتها 20 كيلو جرام ومتوسط ارتفاع عن سطح الأرض 15 متر على سطح كوخ يرتفع مسافة 8 متر عن سطح الأرض. بإهمال مقاومة الهواء واعتبار عجلة الجاذبية الأرضية تساوي 10، احسب سرعة الغصن عندما يصل إلى السقف. آدي الشجرة الغصن بتاعها على ارتفاع 15 متر عن سطح الأرض. بيقول لي سقط الغصن على سقف كوخ يرتفع مسافة 8 متر عن سطح الأرض. أدي الغصن سقط على سطح الكوخ، الكوخ يرتفع كام عن سطح الأرض؟ 8 متر. التغير في طاقة الوضع يساوي معكوس التغير في الطاقة الحركية، أو التغير دلتا بي يساوي سالب دلتا كي إي. إذن بي إي فاينل ناقص بي إي إنيشيال يساوي سالب كي إي فاينل ناقص كي إي إنيشيال. إذن إم جي إتش فاينل ناقص إم جي إتش إنيشيال يساوي سالب نص ام في سكوير فاينل ناقص نص ام في سكوير انيشال. اذا ام الكتلة ضرب جي 10، اتش فاينل الارتفاع الغصن عن السطح المرجعي اللي هو سطح الارض 8، ناقص كتلة 20 ضرب 10 ضرب ارتفاع الغصن في البداية عن سطح الأرض 15 تساوي ناقص نفتح قوس نص ضرب ام الكتلة ضرب في تربيع فاينل ناقص صفر. ليه؟ لأن الغصن كان في البداية اللي سقط أي سرعته صفر، وبالتالي الطاقة الحركية الابتدائية تساوي صفر. وبالتعويض إذن 20 ضرب 10 ضرب 8 بتساوي 1600 ناقص 20 ضرب 10 ضرب 15 يساوي 3000 تساوي سالب نص ضرب 20 ضرب في تربيع فاينل، ومنها 1600 ناقص 3000 يساوي سالب 1400 تساوي ناقص نص 20 ضرب في تربيع فاينل. إذن
1400 تساوي 10 في تربيع فاينل، ومنها الفي تربيع فاينل بتساوي 1400 تقسيم 10 تساوي 140. إذا الفي بتساوي الجذر التربيعي ل 140 تساوي 11.832 متر على الثانية، أي أن سرعة الغصن عندما يصل إلى سطح الكهف يساوي 11.832 متر على الثانية. مثال آخر، تستقر صخرة كتلتها 25 كيلوغرام على حافة جبل ارتفاعه 150 متر عن المستوى المرجعي أي عن سطح الأرض. بيقول لي بإهمال مقاومة الهواء واعتبار عجلة الجاذبية تساوي 10، احسب طاقة وضعها بالنسبة لقاعدة الجبل. طاقة الوضع BE MGH وتساوي 25 ضرب 10 ضرب 150 تساوي 37500 جول. طاقة الوضع عند تلك الارتفاع تساوي هذا الرقم. الطاقة الحركية تساوي صفر، وحسب قانون حفظ الطاقة الميكانيكية تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة، وبالتالي ME تساوي ME I تساوي ME final. إذن طاقة الوضع MGH تساوي نصف MV square. إذن MGH اللي حاسبينها 37500 جول تساوي نص MV تربيع، ومنها الفي بتساوي الجذر التربيعي 2 كي اي تقسيم ام. اذا الفي بتساوي الجذر التربيعي 2 ضرب 37500 تقسيم ام وهي الكتله تساوي 3000. اذا الفي بتساوي 54.77 متر على الثانيه، اي ان سرعه الصخره لحظه ارتضامها بسطح الارض تساوي 54.77 من 100 متر على الثانية. وإلى حلقة أخرى من حلقات الفيزياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.